دفن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ الصحابه من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم اخذوا يتشاورون اين يدفنونه فاختلفوا في ذلك فارسلوا الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض الله نبيا الا في الموضع الذي يحب ان يدفن فيه رواه الترمذي وهو صحيح بشواهده وحفر قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي مات فيه وهو في بيت عائشه رضي الله عنها ودخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم العباس وعلي والفضل رضي الله عنه ووضع شقران رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفه حمراء ثم انزلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره بابي هو وامي رواه مسلم آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخر الناس عهدا بالنبي صلى الله عليه وسلم هو قثم ابن العباس رضي الله عنه وتم دفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء صلوات ربي وسلامه عليه حزن الصحابة رضي الله عنهم على موت النبي صلى الله عليه وسلم حزن الصحابه رضي الله عنهم حزنا شديدا على وفاه النبي صلى الله عليه وسلم قال انس بن مالك رضي الله عنه ما رايت يوما قط اظلم ولا اقبح من اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم رواه الامام احمد باسناد صحيح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين